إذا رجعت ومارست العمل العادي. ونذكر عن 2013 خلق هون مؤتمر في نواكشوط، قالوا مؤتمر الخبرات الملتانية في الخارج، شاركت فيه وعرضت الدولة من خلال المؤتمر مجموعة من المشاريع فرص الاستثمار هنا في موريتانيا. ومشيت أنا بالانطباع، قلت أنا لماذا هاي الفرص، لماذا ما نحاول من خلال علاقات الولايات المتحدة نشوف إذا كان قد نجيب مستثمرين للبلد. وذاك هو بدأ مساري من خلال محاولة إقناع المستثمرين، محاولة استثمار العلاقات اللي عدلت فم من مجية لمدة 13 سنة فم، وخلاص كان قد نترجمها شهرة فعال. وأقنعت بعض الأمريكيين على أنهم يجوا معايا، ونذكر عن أول مجموعة جات معايا هون ديسمبر 2013. وبعد ياسر من محاولات معاهم إياك نقنعهم على أنهم يجوا للبلد، لأنهم يعني موريتانيا بالنسبة لهم بليدة بعيد وواعر بالرقاش، قاعد بيتخموا آخر شيء بيتخموا بالاستثمار في موريتانيا. المهم عنهم جاءوا هنا ثلاثة منهم وتلقيت لهم في المطار، تلقيت لهم جاءوا ثلاثة، نتوقع عنهم يعودوا عندهم فاليز ولا فاليزين لأنهم جايين مدة 3 أيام ولا 5 أيام ذكر. تميت إن هي تابي رولان تلالف فاليز كبار، جاءوا 10 فاليزات. قلت لهم الناس جايين يفتحوا بقالية هون والله لا يفتحوا مشروع والله يفتحوا. المهم انتظرت توني جيت الفندق سولت، قلت انتم الشنط اللي عندكم هنا دايرين فيهم شنو؟ اللي هو دايرين فيهم ساردين، دايرين فيهم الماء، فيهم اللبن، فيهم بسكيت، كيف رجال قايس بليدة صحراء، بليدة قايس كذا. المهم عندك المحاولة ما كانت ناجحة، وحاولت جاوا مستثمرين اخرين وجاوا مستثمرين اخرين. ذكر على اني على 10 محاولات ما قدموا المستثمرين يتفاهموا والله يلقاو الفرص اللي نعقب مولانا اعطانا بعض المستثمرين الجاو. واليوم نحن الحمد لله معنا بدأنا من الصفر، ومعنا رينا ياسر من التجارب الفاشلة، ولكن عقانا مولانا على أننا نجحنا وبفضل ذاك الاستثمارات. اليوم نحن مستثمرين في قطاع الزراعة، مستثمرين في قطاع المعادن، مستثمرين في قطاع اللوجستيك. وأنا كعائد من المهجر اليوم انشغل بشكل مباشر الحمد لله قريب من 200 رقاش. وإذا يعني تكرر هاي التجربة تقدر تحط رواية مهمة. إذا لا نخليكم، ما نبغي نطول عليكم لأن نعرف عن الليلة مازال طويل وفهم ياسر الناس مداخلات جيدة. لا نخليكم نمرقوا كاملين من هنا تنذي القاعة نتخموا في 3 أفكار رئيسية عندي. واحدة منهم هي إعلان الصورة النمطية اللي تنعطى لنا واللي نشوفه والأحكام المسبقة ما يلطنا نقبلوا بها. كيف حالتي أنا؟ أنا بيني مع المصارع لا جدار، أنا شاكلهم لا يقتلوني هم شاكلهم لا نقتلهم، لأني عندي perception، عندي بعض الصور النمطية، عندي نسمع في التلفزيون، نشوف في الانترنت، نشوف بعض الأخبار ونقبل بها. بالتالي خلونا نمرقوا هون الليلة أي خبر جانا يعطينا نقبله منه مسافة، ونتحراو بدقة ونفنقروا شوي الغلاف الخارجي نوقفوا عليه. بالتالي ما يلطنا نعتمدوا الشائعات ولا الصور النمطية ولا الأحكام المسبقة في قراراتنا. الفكرة الأولى. الفكرة الثانية هي أعلن ما يخلق نجاح ما هو بالفشل. وأعلن كنين تجبر راسك فاشل وتجبر راسك متقفل عليك ومسد عليك طرق كاملة، عرف عنا إن بعد العسر يسر، وعرف عن أي نجاح جاك بدون فشل على إنه ديره في خانة الصدف ما اشتغلت من أجله، وعرف عنك أي نجاح ريته بعد فشل متكرر يدور عد عنده طعم خاص. الفكرة الأخيرة اللي لها نخلي معاكم هون هي على إن كل واحد من هنا في القاعة وخارج القاعة، سواء من الشباب سواء من الأجيال الأخرى، علنا نعودوا عارفين علنا يسال فينا دين ثقيل نجروه ورانا. لكن الدين شنو؟ لا بد نخلصه. الدين هو دين والدينا اللي ربانا، دين كبير لا بد نخلصه، لا بد نشتغله. بالتالي لكن الدين لا بد يخلص. الدين من الناس اللي ساعدتنا في حياتنا، سواء أصدقاء سواء أساتذة سواء معلمين قراونا، دين كبير علينا ملي يارتنا نخلصون عدو نفكروا به. وفي الأخير
دين الوطن هو دين كبير ودين مهم، خصوصا ان تعودوا في بلد يحتاجكم، يحتاج نحن كطاقات شبابيه. يلا نحاولوا علينا قدر الامكان نشوفوا يا كان نخلصوا ذاك الدين، خصوصا ان تجبر علينا ظروف العامه مواتيه لانك قد تشتغل، لانك لو ما كان فيه التوجه العام هو محاوله دمج الشباب كنا نقدر نقولوا مثلا هذا صعب علينا نخلصه. يا قدر يلا تنتهزوا الفرصه، خصوصا ان عندنا ماده وسياسه عامه تحاول على انها تدفع في اتجاه تشغيل الشباب ودمجهم. وفي الختام نختار نشكركم على حسن الاصغاء، والسلام عليكم ورحمه الله.